بتتكلم على الاسعار واعتقد ان كل الناس موجوعه من الاسعار الا انتوا طبعا مش انتوا فئه ثانيه خالص يعني. فانا بقول هل احنا نقول له قولوا للرئيس اكتب للرئيس مصر رايحه على فين؟ فهل نحن الدوله بينها وبين الاعلام مشكله؟ هل هناك مشكله في التواصل بين الاعلام والدوله؟ هل الدولة مش قادرة توصل الرسالة بتاعتها للرأي العام؟ هل الإعلام واخد جنب وبيوصل رسالة خاطئة؟ وإحنا لما كنت بكلمكم في المنظومة والرسالة والوسيلة والمرسل والمتلقي ممكن تبقى فيه مشكلة عند المتلقي، ممكن تبقى فيه مشكلة عند المرسل نفسه ملوش مصداقية. يعني زمان انت بتقعد بالليل تشوف بعض برامج الفضائيات مش بتشوف بعض الناس القائمين بالاتصال او المذيعين، مش انت بتقول له اقفل اقفل انا مش عايز اشوف وشه مثلا؟ هي دي بقى مشكله عند المذيع نفسه او عند الضيف. في مشكله بقى عندي انا شخصيا كمتلقي او قارئ، انا اصلا الموضوع ده مش انترستد، انا مش عايز اقرا، او المضمون نفسه بيتقدم بطريقه مش جيده